والله صراحة الأجواء يعني رائعة وتنظيم أكثر من رائع، سلاسة بالدخول يعني تنظيم ممتاز جدا صراحة. يعني دا أشوف دا أشجع اليابان، ومع الأسف يعني أتمنى في اليوم العراق يكون موجود حتى بس أشيل علم العراق وما أشيل غير علم. مش نسوي شجعنا اليابان وإن شاء الله خير. شلون كانت يعني موضوع شراء التذاكر المورد؟ والله التذاكر صراحة أنا حجزته من يوم اللي فتح البورتال، حجزت تقريبا 6 تذاكر يعني إلي والعائلة والسلس. يعني جينا من مطار أربيل يعني كلش خلاص، ما طلبوا منا بس بطاقة هيا، جدا جدا إجراءات سهلة وسلسة، يعني ما أي تعقيد ما شفنا كلها، ما عانينا بأي مشكلة. مطار أربيل يعني كل المطارات العراقية طبعا، بس طلبوا بطاقة هيا فقط، شيكوا لا فيزا ولا طابقة أو جواز مطابق خلاص جينا. أما هنا مطار الدوحة حتى تطبيق هيا مسألة وعلي خلاص الجواز ودخلنا.